بكم مشاهدينا. كيفك يا ليلى؟ هو عرض مونودرامي جديد للمسرحي ميشيل جبر، ويتناول بهذا العمل الأحوال النفسية لامرأة تعاني من الاكتئاب بسبب البدانة، وهناك نوع من التأمل بحياة هذه المرأة وخياراتها الاجتماعية والنفسية بأسلوب قريب من السايكودراما أو الدراما النفسية. نتابع. في هذا الصرح الأكاديمي التقيناه، هو الشغوف بالمسرح وتلوينه، واضعاً اللمسات الأخيرة على عمل تولى إدارته من ألفه إلى يائه. كيفك يا ليلى؟ كيفك يا ليلى؟ هي قصة بنت، هي وصغيرة كانت طبوجة ناصحة، وبيها يضطهدها على أساس بقى صارت تاكل، أما كيفي أما تتماهى لتتماهى مع صورة أمها يلي هي ناصحة ما تتعجب بيها، يعني ضاعت. هل هي بدها تكون ناصحة لتعجب بيها أم كيفي؟ ومن هون فاتت نصحت وقت عمرها صار 16، صار سنة، لاحظت إنه هالنصاحة هيدي ما غير مقبولة من الناس. هنا نتتبع سيرة ليلى، ممثلة ابتعدت عن مهنتها خلال فترة حملها، فقررت العودة إليها من خلال مشاركتها في تجربة لدور شخصية امرأة بدينة، لتتماهى أوجاع ليلى مع دور شخصية المرأة البدينة التي تؤديها. وجع ليلى من وراء علاقتها أول شيء مع جسمها، مع نصحتها يلي هي بالنسبة لها ما عندها مشكلة فيها، بس مين عنده المشكلة؟ بيها. من وراء بيها، من وراء علاقتها مع بيها، صار عندها مشكلة مع نصحتها، لأنه بيها يشوفها ما يحبها مثل ما هي، فهي ما حبت حالها. من وراء علاقتها مع أمها يلي دايماً ما كانت تشوف أوجاعها، ما كانت تشوف هالوجع اللي جواتها يلي بالنسبة لها كتير مهم. تنتقل لأهلي، لمجتمع اللي ضل يعنفني، عناد كتير من العنف. ميشيل جبر والمونودراما توأمان لا ينفصلان، فهي ملجأه الوحيد إزاء قلة المسارح، كثرة المسرحيين، وارتفاع الأسعار التأجيرية. طمني قادر أنزل بعمل يعطيني كلفته بالـ100,000 دولار، أنه مسرحية مثل هيدي معنى لي لوحدها، هيدي كلفتها على 20 يوم بلا إجرتي، بلا حق النص، بلا حق الإخراج، بلا شيء، كلفتها بحدود 30,000 دولار. أبشع شيء عشته هو علاقتي مع جسمي. لطالما أضاء مسرحه على الممنوع من الكلام وغير المباح منه، مناصراً المرأة في حقوقها ومدافعا عنها على خشبته. درجة غفاري لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت.